السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديبور. في الفيديو هذا حبيت نوريكم كيفاش حولت يعني المستودع هذا متاعي، يعني الورشة هذه اللي عملها هنا الأكثر لتصوير فيديوهات. اليوم مش نوريكم إن شاء الله المكان الباب السري اللي يمر عن طريق في الورشة متاعي هذه، اللي من هنا نمر به لمكان آخر. المكان هذا انا عامله يعني لنفسي، خاص بيا انا، يعني ما هوش خاص لا بالعمال ولا غيره، ما بيدخل له حدا غيري انا. كثير من الاخوه يسالوني ما هذا الباب. الان ان شاء الله بوريكم الباب هذا وش عندي في الناحيه الثانيه من الورشه او المستودع. تفضلوا. هنا كما تعرفوا معناتها الورشة، كما تشوفوا الباب هو هذا، يعني الباب هذايا اللي نقدر نمر به من هنا لهذا الباب. كما تشوفوا ندخل به الى مكان اخر. لهنا كما تشوفوا شنو عندنا، ندخلوا نلقاو عندنا استراحة. الاستراحة هذه الحقيقة انا عاملها ليش، لانه ساعات تجي لهنا تشتغل وما تلقاش، يعني تجي لهنا تشتغل يعني وتقعد لوقت متأخر ما تقدرش تروح للبيت، يكون عندك المكان اللي تستريح فيه. هنا عندي دفاية، عندي الباب هذايا، الباب هذايا هو حمام. ندخلوا هكذا، ندخلوا نشوفوا مع بعضنا. هذا حمام يعني هكذا، يعني عندنا هذه الدوش، هذه نتاع الدوش، حتى تقدر يعني تتحمم وكذا. هذا السخان نتاع المية. هنا عندي غسالة نتاع الثياب نتاع الشغل الكبير وكذا، حتى ما اخذهم معايا للبيت. السيرة كله يعني راكب بالسيراميك لهنا كما تشوفوا. السقف عندي هذا البلاستيك، ان شاء الله الشفرات بعلمكم كيفاش تركبوهم في فيديوهات قادمة. لهنا عندي كما تشوفوا هذا السيراميك على كامل الحيطان. هذا الحمام الخاص بي انا، لانه تعرفوا في الورشة من هناك فما حمام اللي يدخلوا له الشباب. هذا المكان هذا ندخل له انا فقط ان شاء الله. لهنا كما تشوفوا نقفلوا الباب. وندخل الغرفة، هذه هي غرفة الاستراحة كما تشوفوا. لهنا عندي فيها هذا الكنبة، سرير قديمة كانت عندي يعني خليتها لهنا، وعندي كنبة ثانية باش نقعد قدام التلفزيون اذا كان يعني نقعد قدام التلفزيون. لهنا عندي شباك، الشباك هذا يطلع على الشارع. هنا نفس الشيء، ورق حائط، يعني الامور واضحه ان شاء الله. السقف اللي هنا عندي هو سقف جبس، جبسن بورد، هما هذوما الدايرين هذوما المربع هذايا، ومن بعد في الوسط نتاعو سقف فرنسي معلق اللي عملت لكم عليه فيديو وريتكم كيفاش نصنعوا فيه. هذا يعني اذا واحد. هنا عندي خزانه حائط بالزجاج، يعني ابواب زجاجيه للاعلى يعني للسقف كما تشوفوا. لهنا انا عندي شباك ثاني مازلت جديد لما عملته، شباك ثاني هذا كما تشوفوا من الناحيه الثانيه الشباك هذا، وعملت عليه هنا طاوله هكا صغيره علقتها اللي هي هذه شوفيها، وحطيت قدامها اثنين كراسي يعني اذا كان نحتاج باش نقعد وناكل حاجه. لهنا هذه نمشيو يعني للي بعده. لهنا الحيطه هذه عندنا فيها التلفزيون، التلفزيون كما تشوفوا هنا عندي يعني التلفزيون هنا، ومن هناك عندي الزاوية الصغيرة هذيك تو الآن بوريها لكم فيها
الزاوية الصغيرة فيها يعني مطبخ صغير، يعني مش بتاع عائلة، يعني بتاع واحد لو بتقعد هنا بتقدر تاكل حاجة، أو يعني ما تحتاج إنك تروح للدار. زي ما تشوفوا بوريه لكم الآن، مطبخ يعني صغير عندي، كيف كيف سيراميك هنا الحائط عملته. الحقيقة مش نقولكم سيراميك هذا، هنا عندي المية، براد قديم، يعني بالشكل هذا شفاط عندي لهنا، ونفس الشيء بلاستيك هذا أو الشفرات ملاصقين بتاع البلاستيك في السطح. دائما الإنسان اللي يحب الشغل هذا وكذا تلقى يرتاح في المكان هذاك، يعني راحته النفسية يلقاها هناك. لذلك انا عملت هالحكايه هذه ومعتها وركبت هذا ومعتها وعملت عليه، يعني وخسرت عليه مصاري يعني، بس عملته لي انا حاجه انا نحبها. بالنسبه للمدخل عن طريق الورشه، لان هي هذه كانت تابعه الورشه وانا قسمتها، لانه عندي مكان ثاني بتاع المصنع بتاع الشغل الكبير اللي عندكم عليه فيديو زاد نفس الشيء، بخليه لكم في علبه الوصف اسفل الفيديو، اللي يعني للانسان الناس اللي تهمهم الموضوع هذا، يعني من يهمه الامر. اذا كان عندي الباب هذا ما بين الورشه والاستراحه هذه او البيت الصغير هذايا، وعندي زاد باب ثاني نقدر نقفل الباب اللي يمر للورشه، نولي ندخل من باب ثاني من الشارع طوالي اللي باش نوريه لكم تو ان شاء الله. هذا ورق حائط 3D حلو، حلوين الاوراق هذا، ركبته هنا فاضل من عمل من الاعمال ظهر لي لهنا كما تشوفوا. شوفوا اخواني، اما ندخل للورشه من هنا هكذا، شفتوها الورشه، او نقدر نقفل الباب هذايا بالمفتاح، يعني خلاص بنقفله ونصير ندخل من هنا. هذا باب عندي نصير ندخل من الشارع، يعني هكذا شفتوه، هيك نخرج طوالي على الشارع. فهمتوني اخواني؟ هذا حديد بدخل منه هو طوالي لوحده، يعني فهمتوني، يكون الباب هذا مقفل اللي في الورشه فقط، منه هو بدخل طوالي للاستراحه نتاعي، لا حد يشوفني، لا يشوفني حد ولا اشوف حد. هذه هي اخواني الاستراحه اللي بنيتها في المستودع او في الورشه هذه اللي تعرفوها من قبل. الورشة الثانية الكبيرة يعني الرئيسية اللي عملت لكم عليها فيديو وشفتوها من قبل، بخلي لكم الرابط نتاعها تاع الفيديو هذايا في علبة الوصف أسفل هذا الفيديو للي يهمه الأمر. كذلك فيها استراحة من فوق في الطابق الثاني، إن شاء الله لما تسنح الفرصة يكون في شوية وقت أصورها لكم نفس الشيء وأوريكم، لأنه فكرة هناك فكرة ثانية مغايرة للفكرة متاع الاستراحة هذه. إن شاء الله يكون الفيديو هذا ينال إعجابكم. الهدف من الفيديو هذا هو ممكن يعني أي يعني أخ معناتها من الأخوة يكون ما عندوش مكان يعيش فيه ويكون عنده كراج أو مستودع هيك، يقدر يعني ياخذ من عندي الفكرة هذه ويعني ويصنع ويبني شوية ويتحول، يعني يصير يسكن يعني حتى ولو موش منزل، لكن اللي ما عندوش مكان يعيش فيه يكون له يعني أحسن ويعيش فيه، وواحدة واحدة يقدر بعدين ينقل ويشوف يعني بيت ثاني. بارك الله فيكم، إن شاء الله تكون الفكرة هذه نالت أعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة فكرة ديكور وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الفيديوهات القادمة، ودمتم في حفظ الله وإلى اللقاء.